بسم الله الرحمن الرحيم. محبوب الحضور الكريم رئيس الجامعة سي الحنفي شرفنا وخرجنا شرفنا من العام اللي فات، يعني أول ما نطلب الصبر للرئاسة ديال الجامعة كنرجع عندنا الصلاة دابا ديال الزيارة الرسمية ديالو. ترحبوا بالكاتب العام ديال الجامعة الحضور الكريم الصحافة رؤساء الفرق، مرحبا بكم في هذه المناسبة هذه ديال كأس العشر المجيد. فرحة ديالنا فرحة كبيرة أن استقبلنا هذا الشرف ديال التنظيم ديال نهائي كأس العرش إنات، والشكر الجزيل للجامعة اللي هي اللي تحتنا الفرصة هذه، يعني واحد الفريق فتيح في هذه المدينة هذه توفق أن ياخذ الثقة، لأن كان من البداية ديالنا حنا هو أن نكسبوا الثقة ديال المدينة هي الأولى ديالنا، أننا قادرين أننا نكون واحد الفريق وأننا نستغلوا الإمكانيات اللي عندنا. فجات نقول السباقية جات من عند الجامعة هي الأولى اللي عطاتنا هذا الشرف ديال الثقة ديالها، أننا يعني منذ عامين يلا تقولنا أننا ننظموا هذا الكأس هذا، وهذا خير دليل أن الشرف راه لينا، ولكن كانت المسؤولية هو أننا ننظموا في أحسن تنظيم ونكون ندوز في أحسن الأحوال باش ما ندموش أننا عطاو لواحد الفرقة اللي نقولوا حنا يعني هذه المصداقية ديال الجامعة، جامعة جديدة بالعقلية الجديدة. وهذو هما النقاط اللي يمكن غادي نبقاو دائما اللي غنتحاوروا عليها. اليوم غادي يكون اخر ايفينمون عند اللي غادي دير الجامعه تنقولوا حنا اللي هو رسمي، من غير اللي عندها مازال برامج اخرى، ولكن اللي هو رسمي هو كاس العرش اللي غادي يكون ديال الناس اللي كان غيكون اخر عمل ديال هذا العام هذا. تنتمنى ان تكون الزياره ديالكم ستات دوز واحد المرحله زعما دوز مزيانه، ويكون هذا الدوري يكون في مستوى لا تنظيميا ولا حتى المستوى ديال الفرق يكون مزيان. نشرفوا المدينه ديالنا، نشرفوا البلاد ديالنا، ونقول الفرحه الكبيره ديالنا هو عيد العرش. زعما ما يمكنش نعبروا لكم عن الفرحه ديالنا الفات اننا بزاف في مسيدنا، كنا تنحتفلوا عيد تنقدموا مع نفسنا يعني ديك البرقيون ديال الولاء ديال سيدنا. اليوم تحنا الفرصه اننا نعبروا عليها ديركتومون، وتنجدد الترحيب بكم ونقدم الكلمه لسعادة الرئيس يعطيكم شويه ديال التوضيحات اذا كان عندنا الدوره ولا على هذا العرس اللي عندنا اليوم. زملائي الاخوان في وسائل الاعلام، لا اخفي عليكم الفرحه اللي كنشعر بها هو تواجد المدينه في الصباح. الصباح عندي معها تاريخ كبير، وايضا انه كتوج هذه التظاهرات نهايه الموسم، ولكن لا بد من الاخوان انه حتى التظاهره ما يمكنش نتكلموا عليها الا ما ربطناها بالمحيط العام ديال الكرة ديال الوطنية. حنا جينا هنا باش نتواصلوا معاكم، أي سؤال اللي بغا يطرحوه فيما يتعلق بكرة اليد ما عندوش حاجة ما بغاش يخبروها، فهمتي؟ على أساس أنكم أنتم كوسائل الإعلام مرآة الوضع اللي كتعيشوا كرة اليد الوطنية. لا أخفي عليكم الإخوان أن قبل ما نتكلم على التظاهرة هذه أن نتكلم شوية لا بأس ولو بخطوط عريضة حول بعض الأمور اللي مفروض عليكم أنتم كفعاليات ديال كرة اليد الوطنية وكوسائل الإعلام تكونوا عارفينها وداركينها وحاسين بها، باش ما يكون أي شي حاجة معزل عن هاد الأمور كلها. لا أخفي عليكم الإخوان بأنه كرة اليد السنوات الماضية عرفت مشاكل كبيرة وكبيرة جدا، وعرفت واحد التراجع، فهمتي؟ وعرفت حتى على طبيعة المصداقية ديالها أثرات كثيرا وكثيرا بالمقارنة مع بعض الأنواع الرياضية الأخرى. لا أخفي عليكم الإخوان أنه إحنا منذ اتخاذنا المكتب الجديد درك يلا بقينا سنة واحدة، سنة كانت صعبة 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 كثير كثير، لقينا مشاكل كبيرة، مشاكل اللي صعيب على أي واحد يقدر يعالجها في سنة أو في سنتين أو في ثلاث سنوات. وضع كارثي على كافة المستويات. أنا أقول لكم هذا الشيء وأتحمل مسؤوليتي، لأن ما عندي حتى شي حاجة ما نخبيها. أنا جاد الناس زكاتني رئيس غادي نجي نخدم، وداك الشيء اللي كاين غنبقى نقول لهم ونقول للمكتب الجامعي غدا ولا غدا ما يلوم لي حتى شي واحد بأني كنخبي عليه شي حاجة. وضع كان صعب، مديونية كبيرة، موظفين ما خالصين ثلاث سنوات، ما كاين لا إدارة تقنية، ما كاين لا إدارة في الجامعات، ما كاين لا شيء في كرة اليد.
أنا أقول هذا الشيء وأتحمل مرة في وأقوله. درجة أولى كان وليت كنطرح السؤال مع زملائي في المكتب، بان بأنه كرة اليد غير كدير برنامج باش الناس يلعبوا ويسال الموسم وكذا وكذا، رانا كنلعبوا كرة اليد. في حين أن كرة اليد هي واحد الرياضة ديال المثقفين، رياضة ديال النخبة، رياضة اللي كتنتج شباب اللي هو اللي قد يعطي معطاء، بالإضافة أن داكشي اللي كتطلب كرة اليد المغرب الحمد لله متوفر به، لا فيما يتعلق بالطاقة، لا فيما يتعلق حتى بحب ديال الناس لهذ كرة اليد هذه. قلت لكم الوضع أنه كان صعب. أول عملية اللي درنا هذه السنة هذه أننا أنا شخصيا كتيبة عملية شي إخوان، راه ما كانش بالنا بالشغل أو التظاهرات أو حول المشاكل الآنية اللي كتوقع أو حول التحكيم أو لا. كنا جينا حنا باش ننزلوا واحد البرنامج، واحد المشروع اللي قدمناه للجمع العام. ملي شفنا ذاك الوضع بان انه صعيب مع كامل المستحيلات تنزل هذاك المشروع وانت ما عندكش ارضيه باش تشتغل عليها. كيف كتعرف الوزاره كانت وقفت المنح لسنتين 2012 2013، تعطات في 2014 ما تقدمش تقرير مالي، اذا كانت واحد السياسه لسد الابواب على هذه الجامعه. هذه الجامعه لانه كاين خلال بالالتزامات ديال التعهدات تجاه الهيئات الماليه، هذا شيء طبيعي. بالاضافه الى ذلك انه كيفاش الاخوان بغيتو حنا نتكلموا على كره اليد، الديون من كل جانب، موظفين ما خالصين، موظفين جزء من المشاكل، جزء من التسيب اللي عاد كتعرفوا كره اليد، واحد الواقع مزعج. علاش حبسنا؟ كنا نراجعوا واحد المساله اللي هي مهمه، شنو هو على الاقل هذه السنه هذه نشتغلوا نردوا ليماج وردوا الاعتبار لكره اليد الوطنيه. هذا هو الهدف الاستراتيجي اللي خدمنا به هذه السنه هذه. انه ما يمكنش حتى شي واحد يكذب عليكم بان واحد غادي يجي في هذا الوضع وبدون موارد ماليه غادي يدير شي حاجه، راه ما يمكنش. الانديه من الازمه كتعاني من شح الموارد وظروف قاسيه، وتزيد الجامعه وتزيد في الواحد. راه الا كان شي واحد كيقول لك بانه غايدير شي حاجه في هذا الوضع راه كذب عليكم. لا على كافه، لا على مستوى البطوله، لا على مستوى الفئات، لا على مستوى التكوين، لا على مستوى مختلف البرامج ديال الجامعه الملكيه المغربيه للكره. ابسط شي حاجه البث التلفازي الرياضي لقينا حتى معاه مشاكل. المشاكل ديال واحد الثاني كان هي صعبه. جينا كندخلوا المعهد مولاي رشيد باش ندخلوا ليكيب ناسيونال ولا ندخلوا الفئات الصغرى، كتلقى المعهد مولاي رشيد 6 سنين ولا 7 سنين ديال الديون. جينا ندخلوا التليفون لقينا الديون، جينا نلقاو الديون. اذا كان واحد الوضع اللي خاص ندير واحد القطيعه مع هذا الماضي هذا. انا على يقين بان البعض فيكم غيتفاجئ بهذا الشيء، ولكن انا كنقول لك غتجي المناسبه باش يتقال هذا الشيء. انا ما عندنا حتى شي حاجه ما غاديش نخبوها، وضع مزري ومزري على كافه المستويات. اشتغلنا هذه السنه هذه باش نرجعوا ليماج ديال كره اليد. وزاره الشباب تثق فينا، وزاره الداخليه، القناه الرياضيه، بدينا بهذا الوضع هذا. اول عمليه اللي درنا بها وهو انه حاولنا نعطوا دم جديد للمقر ديال الجامعه باش نعطوا اطر جديده اللي ما تكونش جايه حسابات اخرى بقدر ما جايه باش تخدم كره اليد. والاخوان كيفاش انتم بغيتو كتكلموا لي انا على تاريخ كره اليد وانا كنجي للجامعه ما كاين ارشيف؟ علاش بغيتو نتكلموا على كره اليد هذه؟ كنكذبوا على روسنا الاخوان. كنكذبوا على روسنا. داكشي علاش لاحظتوا هذه السنه كتفنا الكثير من الانشطه ذات الطابع الدولي. علاش؟ باش نسوقوا واحد ليماج وباش نحاولوا ما امكن نردوا الاعتبار لهذه الكره، هذه كره اليد اللي تألمات وتلقت ضربات عنيفه وعنيفه جدا. وهذه الضربات العنيفه ما اثرتش غير على اللعبه، اثرت حتى على راس السليكتير، على الامور اللي كتحدد في فلسطين. الحمد لله انه فضل تضافر الجهود، ماشي المكتب الجامعي، انا ما كنقولش المكتب الجامعي، نقول فضل تضافر الجهود كل مكونات كره اليد، بما في ذلك المكتب الجامعي، بما في ذلك عصب، بما في ذلك انديه، بما في ذلك كل سهم. ان هذه السنه هذه درنا واحد العمل اللي كان كبير واللي كان استراتيجي، واللي الحمد لله الان ها
هذه تقريبا 3 شهور ولينا كنحسوا بالنتائج ديالو. الحمد لله اول اطار انه الاداره تهيكلات السنه الجايه غادي يكون واحد التغيير كبير وكبير باش ندعوا لودروسو. الموظف اللي كان كيسال شي حاجه خضر سخو ما تلاقيسالنا حتى شي واحد شي حاجه ولو اننا حنا ما كناش مسؤولين عن هذا. حنا لو كنا ولاد الحرام ولا فينا تحريميات اش غادي ندير؟ غادي نقول لهم ودي انا خويا جينا هذه الجامعه عن طريق من بعد لجنه مؤقته، حنا لسنا مسؤولين على ذاك الماضي على ذاك الوضع، اذا ذاك الشيء اللي كيسالكم يمشوا عنه. حنا ما بغيناش نمسؤول على هذا المستوى. فضل هذه الخدمه هذه الحمد لله الوزاره الان سوات المشاكل ديال المنحه ديال 2015، الان حنا كنتظروا هذا الاسبوع المنحه ديال 2016، الرياضي الحمد لله تصفات المشاكل ديالها. الإدارة الأمور الأخرى كلها غادية كتقال على مستوى الحصيلة. عندنا تراكمات، فهمتي؟ درنا إنجازات ودرنا ملي شي أمور اللي خاصنا نشتغلوا ونشتغلوا أكثر باش نحسوا الإجتهاد ديالنا. راه نقول لكم واحد القضية الإخوان، راه أقسم لكم يمينا من يوم 21 في شهر 6 إلى غاية شهر 5 في 2016 كانت حتى شي واحد عطى الجامعة سنتيم واحد. راه كنا كنسيروا الجامعة بدون موارد مالية. اللي كان نافعنا وهو هادشي ديال الانخراطات ديال 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 المكاتب ولا هادشي ديال لي ترونسفير ديال السوق. راه مشينا للمنتخب والنتائج اللي ندات فضل الوضع العام اللي كنعيشوا كرة اليد، راه ما علينا غير نفتخروا بهذه المسألة هذه. لأول مرة المنتخب كيتعسكر شي شهر ونص مع عبد الولي رشيد. لأول مرة المنتخب كيمشي لإسبانيا كيلعب 10 أيامات كيلعب 4 المقابلات، كيمشي لتونس 8 المقابلات. الظروف كانت مواتية لا الإدارة التقنية لا اللاعبين. لاعب كيجيك عباد الله كيجيك لاعب محترف. حنا جينا باش اللاعبين اللي كتعيط لهم على مستوى المنتخب خاصهم يجوا فرحانين ومتحمسين. حنا كتلقى لاعب كيجي عندك المرة الأولى كيجيو كيقول لك ربي عندي واحد الشيك ديال 2000 اخي ما تخلصتوش 5 سنوات 6 سنوات. هذه الاشياء تحز في الناس وغير مقبوله، غير مقبوله بتاتا. المنتخب فوق كل الاعتبارات. النقطه الثانيه اللي كنا خدينا بها التعاون وهو انه انطلاق البطوله في شهر اكتوبر، وهذا انطلاق البطوله ديال شهر اكتوبر كانت عنده ايجابيات كبيره. الاخوان انا نجيكم بالصراحه، راه حنا اللي بغى يجي يلعب كره اليد مرحبا وسهلا، واللي بغى يجي باش يقدم مسائل اخرى راه حنا ما تلاش داك الوضع اللي كاين. واش نتوما بالله عليكم الاخوان، واش نتوما كتصوروا بانه شفنا الدول اللي مجاوره لنا حنايا تونس ومصر وكذا وكذا، بطولات اللي كانت لمده 9 اشهر 10 اشهر. بالله عليكم حاجه بغيتوا واحد نصنعوا لاعب ديال كره اليد، البطوله كتنطلق في شهر 2 وكتسالي في شهر 5 ولا شهر 6 3 اشهر ديال التباري وتسع اشهر هو كان هو مريح. اذا ما نحملوش اللاعب شي حاجه اللي ما يتحملها. اللي كنحملو لانه ما كانش عندنا واحد الاستراتيجيه ولا رؤيه باش ناهلوا كره اليد الوطنيه. هذا قلت مع هذه المسائل هذه. من ذات الحمد لله محطات اللي تسجلت كره اليد من الصعيب لشي رياضي يديرها وهو هو البطوله الافريقيه، وخصوصا البطوله الافريقيه اللي قيمت مدينه العيون واللي حضر الحمد لله اكثر من 24 دوله، وهي مناسبه اللي نشكر زميلي سي يزيد اللي واحد المجهود كبير تظاهره والحمد لله خدمات القضيه الوطنيه على كافه المستويات. النقطه الثانيه اللي حاولنا ما امكن التزموا بها في اطار البرنامج وهو العمل القاعدي. بدات بطوله ديال الفتيان على مستوى القسم الممتاز على مستوى الفئات الاخرى. الان درنا هذه التظاهره والحمد لله كان البطل الفائز وكان اللاعبين ديال الفتيان لعبوا، ولكن على اساس انه السنه القادمه غادي نحسوا المردوديه على اساس انه راه الاخوان ما نكذبوش على روسنا. راه الا ما الان اشتغلنا احنا كجامعه وكعنصر وكانديه في العمل القاعدي، تاكدوا الاخوان راه الخلاف كره اليد راه ما كاينش، لا وجود الخلاف. وخير دليل على ذلك ما تعرف في الساحه الرياضيه في كره اليد، 5 اللاعبين ولا 6 اللاعبين
كيتداول الانديه. علاش؟ لانه ما عندناش واحد العمل اللي هو نخلقوا واحد العمل قاعدي باسمه. وهذا هو السياسه ديال الجامعه، انه ابتداء من السنه القادمه غتعطي الاولويه للعمل القاعدي، وغتعطي الاولويه للجانب ديال التكوين وجانب ديال الفئات الصغرى، خصوصا انه الحمد لله في البطوله الافريقيه اللي كانت في مصر، كان المؤتمر ديال الاتحاد الافريقي، خلينا اننا غادي ننظموا بطوله افريقيا ديال الفيديو ديال الشباب اللي غتكون في 2018. عندنا سنتين باش نشتغلوا، حيت الهدف ديالنا من التنظيم ماشي باش ننظموا ولا باش كذا، لا، الهدف ديالنا كتخلينا باش نشتغلوا اكثر، باش على الاقل هاد السنتين نخلقوا الخلف ونخلقوا عناصر الفريق. كتدار بطوله بواحد الشكل اللي خلى البنات يلعبوا اكثر من 16 مقابله، بعد ما كان قبل كيلعبوا يلا مقابله، خمس مقابلات، ست مقابلات في الموسم ككل. على مستوى الموارد الماليه، حنا كيف قلت لكم الاخوان، حنا لقينا مشاكل ماليه، ديون كثيره وكثيره جدا. ولكن الهاج اللي كان عندنا حنايا، اننا خدينا واحد المنحه من الوزاره، وكان عندنا واحد الهاج مهم، وهو اننا حنا كندركوا وكنحسوا بان الانديه وبان الاسر عانات وعانات وعانات بجوج الموارد. درنا واحد المبادره على اساس انه اعطينا العصر كتسبيق اولي من هذه المنحه 50,000 درهم، واعطينا الانديه ديال القسم الممتاز 20,000 درهم، واعطينا ديال القسم الوطني الاول وديال الاناث لاول مره. حقيقه انا شخصيا حشومي الانسان يهضر على هذه الارقام، هذه هي ارقام هزيله وارقام يحز الناس يتكلم عليها، ولكن الاخوان ارتأوا بانه غير نحسوا بالاخوان، نحسوا بالمنظومه، نحسوا بالاخوان بانه الامور ولات كتغير، وبان اللي جاي راه غادي يكون احسن من اللي فات. هذا من ناحيه. من ناحيه اخيره، حنا تنظيمنا النهايه ديال الادوار، النهايه ديال الاناث مدينه الصرف، هذا لم ياتي بعبث او ياتي وليد الصدفه، بالعكس كاين امور اللي خلات المكتب الجامعي يعطي هذه المهمه لمدينه الصرف لعده اعتبارات. الاعتبار الاول هو التاريخ الكبير ديال كره اليد في مدينه الصرف، جبات لاعبين عمالقه في كره اليد الوطنيه، هذه من ناحيه. من ناحيه ثانيه، العمل الكبير اللي كيدار على مستوى المكتب الجامعي وعلى مستوى المكتب ديال الفريق ديال الصرف، والمجهود اللي كي وخير دليل على ذلك الصيت اللي ولا كيوصلوا الحمد لله الدوري ديال الفئات الصغرى، اللي الحمد لله ديال المولاي الحسن، اللي ان شاء الله انا كنواعد الرئيس وواعد اعضاء المكتب بجوج المسائل. المساله الاولى ان شاء الله غادي ان شاء الله ندخلوا باش تكون ان شاء الله النسخه القادمه تحت الرعايه الساميه، هذا تعاون من عندي. النقطه الثانيه انه احنا كجامعه غادي نعتبروا محطه استراتيجيه في دعم هذا الشيء ديال العمل القاعدي. خذوا ما عندنا. جانب اخر اللي بغيت نشير له، وحنا كان نتواصلوا مع وسائل الاعلام، حنا ما يمكنناش ننمو وما يمكنناش نطور كره اليد بدون وسائل الاعلام. وسائل الاعلام هي اللي كتنور الراي العام حول ما يدار في كره اليد، والعمل ديالنا كيتطور وكنجتهدوا الا من خلال الانتقادات، ماشي المجامله او كذا، ولكن الانتقادات ديك الانتقادات اللي تكون مسؤوله، منتخب على مستوى التسيير، منتخب على مستوى سوء التدبير ديال كره اليد، ولكن باش نمشي لشخص ونقتل في المسائل الخاصه ديالو، هذه الامور اللي غير مقبوله. ونأكد لكم بانه هذه السنه كنا متغاضيين على بزاف ديال الامور في وسائل الاعلام لسبب واحد، اننا كان الهدف المتوجه وهو اننا نحسنوا الصوره ديال كره اليد. ولكن لنأكد لكم ان اي شخص يكون في الاعلام ولا يكون لاعب ولا يكون كيف ما يكون وعنده رخصه، سميه باش ما تكونش مغالطه. انا كنهضر جينيرال يعني مش حد بالناس هنا، ما كاين حتى ما كيعرف. لا 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 الناس ما عارفينش، لا 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 شوف اساعدته، انا كنعرف اش كنقول، انا كنقول لك عن وسائل الاعلام لها الحق تنتقد. تنتقد كي تنتقد سياسه الجامعه، تنتقد سوء التسيير، تنتقد كذا، تنتقد كذا، فهمتي؟
ولكن انا اللي كنقول لك بان رجل الاعلام من المفروض عليه يحترم الخصوصيه ديال الشخص. انت سيدي ولا زيد ولا عمر اللي انتقد الكاتب العام بانه متعجرف ويتدخل كذا كذا، هضر كما بغيت، ولكن الامور الخاصه اللي كيبقى يقدروا بها هذه غير مقبوله. النقطه الثانيه غير مقبوله بان اي واحد عنده رخصه، عنده رخصه انه يمس الجامعه واللي يمس بالاشخاص اللي كيسير الجامعه واللي يمس احد مكونات كره اليد وما تكون عنده اثباتات وحجج، حنا كجامعه عندنا هذا الحق. وراه درنا واحد المبادره باش نخرج لك اياها مباشره، واحد المسير من سوق السبت اللي ما خالف واحد ما اجج به وخليته، وانا خليته الى مؤخرا. انا هضرت مع الكاتب عام مباشره واقول هو قرار ديال رئيس الجامعه، قلت له ما تبرمجلوش ويبك السما، كنقول على الصحراء يبك السما يجري طوالو، ياك مشى دار وقفه قدام الوزاره وقدام كذا وكذا وكذا. احترم القانون، توقف سنتين، وقفوا المكتب الجامعي، قرار المكتب الجامعي لا يؤسف. عيطنا لرئيس النادي اربع مرات استدعاءات رسميه لم يحضر. الرئيس شنو خاصنا نديروا فيه؟ اللي خاصنا نديروا فيه درك عندنا مشكل مع النادي. النادي الان وكنقول لكم انا ما بالله لا اله الا هو، يا النادي ما يحيي الكاتب العام الموسم الجاي والله لا تبرمجنا، والله لا العام، والله خلينا نشوف حالنا احنا بكره اليد. وهذا راه تلقى الوزاره وغادي نقول لكم احنا الوسائل الاعلام. حتى شي حاجه ما نخاف، خاص الانضباط وخاص الاحترام ديال قرارات الجامعه. الجامعه راه مؤسسه عموميه والمكتب الجامعي راه منتخب، وخاص على الاقل تكون واحد الدور، تكون واحد الدور من الاحترام. هذه باختصار مجموعه من الامور، يمكننا نغنوا النقاش من خلال بعض الاسئله اللي كيطرحوا الاخوان، ونعطي الكلمه للسيد الكاتب العام اللي كان شي اضافه يكمل الناس. غير التوضيح، باش من الاخوان الصحفيين ما يفهموش التدخل ديال الرئيس على انه كيقصد الصحافه الوطنيه، بالعكس الرئيس كيقصد حاملي الرخص داخل الجامعه الملكيه المغربيه لكره اليد. تعرفوا ان القانون كيمنع ان حامل الرخصه يقدر في الاطار اللي كينتمي ليه الا ما عندوش الحجوج. هذا هو الشكل اللي بغى يوضح الرئيس، وهذا ماشي قرار ديال 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 الرئيس وحده، هذا قرار ديال المكتب الجامعي ان الحامل الرخصه ديال الجامعه الملكيه المغربيه لكره اليد له الحق انه يحتج له بسلوك حضاري يرأس الجامعه. ما جاوبتوش الجامعه كاين طرق وسبل ديال الاحتجاج اللي هي معروفه، ماشي نوصلوا اننا في المواقع كنلقاو كنكتبوا السب في اعضاء الجامعين بدون استثناء، كتولي باسلين لانه هذه المواقع مشتركه مع دول وجامعات جيران اللي كيحترمونا كيلقاونا كنكتبوا داخل البلاد. هذا هو اللي خلى ان المكتب الجامعي بجميع المكونات ديالو خذ هذا القرار ديال توقيف الكاتب العام ديال سوق السبت لمده سنتين، وعطاوه الحق للرئيس اربعه المرات ديال النادي باش يجي يناقشوا معاه خلفيه ديال التوقيع. الرئيس ديال النادي ما حضرش، واللي زاد اثر في العلاقات بين النادي والجامعه هو ان هذا النادي دار الجمع العام ماشي باش يحيد الكاتب العام، باش يزكي الكاتب العام، معنا كان تحدي اخر ديال مكونات هذا النادي. وحنا اللاعبين ديال هذا النادي راه متواجدين في المنتخبات ديال الفتيان والشبان، ما عندناش مشكل مع اللاعبين، لاعبين ها هما اكثر من 6 لاعبين مستدعيين للفئات الصغرى ديال ميكاديري جونيور، مدينه سوق السبت جبات لاعبين كبار، جبات مسيرين كبار، معنا السي خالد المرابط راه عضو جامعي، كاينين المدربين الكبار اللي تخرجوا من سوق السبت، راه جلال الان كيدرب قسم ممتاز وعنده دو دبلوم يا شيف، معناها ومدرب كذلك ديال المنتخب ديال ايديسات. هذه كلها امور اللي خصها يعرفها الراي العام اننا ما عندناش مشكل مع مدينه سوق السبت، ما عندناش مشكل مع اللاعبين ديال سوق السبت، عندنا مشكل مع شخص كيقدم في المكتب الجامعي، وبالتالي خصو يتخذ المكتب الجامعي قرار فيه. الصحافه الوطنيه مشكوره، وسير
عندنا علاقات جد 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 طيبه مع الاخوان الصحفيين، وما جابوا حتى يوما اننا كان عندنا خلاف مع شي حد، وحنا راه الاشاره لكل شيء تساهلات. نخرج على محمد إيراوي 133. انا اللي بغيت نسال هو، انا عشت مع الجامعه انتخابات العطاط في فهد العماني، واش قمتوا بشي تشخيص باش تحديد المسؤوليات؟ تبعنا الوضعيه بالطريقه اللي قال السيد باسل العماني طريقه اللي كيعرفها، باش كنسمعوا الموظفين كنسمعوا الجواء، شنو هو شنو الامور اللي دارت الجامعه؟ حكم الجامعه جات لانقاذ، لقات مجموعه من التراكمات، هذوك التراكمات وشنا هي الامور الماليه يعني باش سيرتوا؟ يعني واش نظرك الانخراط هذا الشيء كانت كافيه انكم باش غتسيروا موسم الموسم اللي قبل؟ والسؤال السياسي بالنسبه لتجربتك مع قناه نسمع، التجربه اللي كانت مميزه، التعاقد مع مستشار اللي كان سابقا بحد ذاته، واش ما حاولتيش تجيب الحذر لانه هذه الفتره بالضبط الفتره العصيبه هي فاش خاصك توظف العلاقات ديالك في الكونفدراليه الافريقيه باش مع صراحه انا عجبني الطريقه اللي جات بها نسمى اللي جات بها نسمى جامعه كوكيب والمنتج ديال السلطان. واش كاين شي مبادره في هذا البيت؟ غير باش نتاكد الكلام ديال السي الرئيس، قال اننا سيرنا منذ تولينا المسؤوليه خاصه الى شهر خمسه امكانياتنا سنه دولة شهر خمسه خصكم تتبعوا معاه الكلام. من شهر خمسة جاتنا المنحة الأولى تاع الجامعة. منحة وزدت شغل. واللي كيقول السيد الرئيس أن عطى منحة مزيان الأندية، حنا تعمدنا أننا نشاركوا معنا الأندية يعرفوا المونطون كله. ملي تعطيك الوزارة 500 مليون مجهودات باش ما نبقاوش كنوهموا الناس، مجهودات شخصية ديال الرئيس، الدخول ديال الرئيس مع وزير الشباب والرياضة، تعطانا وعد ان لي ديت اللي هي مليار و500 غادي يعاونونا بالنص، وكل سنه يعطيونا الانتياع، معنا هذا العام عطاونا 250 مليون، هذه سابقه. تقدر تسول جامعات اخرى ملي كيجيو كيتعاملوا معك على السنه الماليه اللي دخلت عليها، عطاونا 250 مليون، هاد 250 مليون بغينا نبداو، الناس اللي كيتسالوا لقينا المغرب كله كيتسال، بنكه وحده كتسالنا 500 مليون. 500 مليون بنك اخرى كتسال 100، احنا دابا 600، الرياضيه كتسال 60 560، وطير لعبت في الشامبيون دافريك كيتسال ما عطيناه حتى ريال، ما ديناش كاع نقولوا لي شحال انا نسولوه اليوم. مود ترونسبور كيتسال، موظفين كيتسالوا، كيفاش بدات المعالجه ديال هذه الامور؟ جلسنا كنكتب جامعي وخدنا القرار اننا هاد الناس نفتحوا معاهم نقاش باش نلقاو الحلول لهاد الديوانيه الكبيره اللي عندنا، وفعلا لقيناهم كلهم متحمسين انهم يعاونونا. كاين اللي تنازل على نص ساعة الدين ديالو، كاين اللي جدولنا معاه الدين انه يطاب باريطاب مثلا من الترونسبور انا من بارتي على اساس العام الجاي عاوتاني، هي غادا العمليه. وحسوا الناس ان كاين صدق في الكلام ديال الرئيس وديال امين المال، كتحس لا عندنا الحمد لله عندنا امين المال اللي الكل كيثق فيه ساكنو في الاتصالات مع هاد الناس، كسبنا الثقه وبداو داك الامور. انتم شفتوا الرياضيه اول مره كتقول الرياضيه اكثر من 2 مليون، معنا كنا ساكنين هاد العام في الرياضيه، عندنا لي فورنيسور اللي كيتعاملوا معنا موظفين، عطيناهم فلوسهم اللي ما مذكورين في التقرير المالي، عطينا الفلوس للموظفين اللي ما عندنا اوكان جيستيف بانهم كيتسالوا، ولكن كان من المفروض نسدوا هذاك الباب لان مكتب الجامعي خد قرار ان نجيبوا شباب اللي يمكن يعاوننا في الاماره، لان ملي كيكون موظف في الجامعه 30 عام و 40 عام صعيب يسير معنا كره اليد، لانه كيولي الامور مفهومه يحن الى الماضي بلا ما نشرحوا. المهم هذا فيما يخص الموظف المسير، فيما يخص الموضوع اللي قلت له استاذ، حنا
نسمع درس ما عندك شيء ما درسش مع في الدراسة الإنجليزية. طار علاقات. إحنا وقعنا كنا وقعنا اتحاد الفرقي مع نسمع وطرح عليه المدير سؤال يزيد بغيت نعاون الفريق ديالنا كل ما تعاون الفريق حيت سولني جاتو غريبة شحال المنتدى كتسير في العام؟ قلت لي 30 مليون عطيتي في الفريق. الحياة الأجنسية. وهذا الكلام قلتو كان 30 مليون كان ممكن يقول على 200 مليون. أنا حنا بقى 30 مليون قال لي يزيد أنا بغيتك تعاوننا و 30 مليون غنعطيك العام الأول 50 والعام الثاني 75 والعام الثالث 100 والعام الرابع 125 مليون معنا كل عام غادي يزيدنا. هو كيف يتسنى الفراح قلت له قبل ما واش غتعطي المغرب؟ قال لي يزيد هذاك ما غنعطيكش لا لا باش غيوقع في المغرب اللي غتوقع مع المنتدى غنقولوا الناس علاش هو علاش هو الجامعي وفي المغرب قال لي اش كتقترح؟ قلت له تعطينا الأندية شحال كتقترح؟ تعطينا 100 حضرتو التوقيع 100 150 200 250 واش غير محمد مع كرة اليد ما عنده ما يربح هو ربح أنه غلقوا معاه الاتحاد الأفريقي وجزاء ذاك الجهود اللي درنا معاه وهذا دخل معنا لهذه العملية ولكن عرفتوا شنو وقع في تونس وحنا ماشي ولاد الكلاب ما درناش بحال الجامعة ديال تونس جامعة تونس منين ما تخلصوش مشاو دعاو وتخلصوا حنا بغي عاوننا ما يمكنش داير عاوننا العام الاول توصلنا تخبر توصلنا بجميع المسائل المادية العام الاول هذا هو ان عاوننا في المنتخب عطانا 75 مليون ونص حنا العام الاول خدنا 175 مليون من نسمع كجامعة عاوننا ما يمكنش نوصلوا مع بغا غير يعاون ما درنا لا اشهار شي ليكيب ناسيونال ما كان عندنا والو السيد عطانا غير حيت بغي يعاوننا ما نوصلوش مع المحكمة الان كاين باش كل واحد يعرف اش واقع كاين الرئيس في علاقاته خدام مع مستشير اللي غير يمكن يعاون كرة اليد حنا كنتسناو الخبر اللي قال من عندنا الرقم المالي ممكن يعاون الجامعة نعم استاذ شحال ممكن الرقم المالي ولا الرقم المستشار ولا الرقم المالي ممكن يعاون الجامعة خلينا ندير حنا مسافرين انا عطيتك القديم خلينا القديم عافونا عطيني الرقم يعني قريب قريب غيكون 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 رسمي غادي نبلغ اذا سمحتوا لي الله يجزيكم بخير ان شاء الله غير في نفس الاطار في نفس الاطار مصطفى كتابي الميادين تو سبور في نفس الاطار انتم دخلتوا على واحد البيت مهدم وقمتوا تتنشؤوا في البيت ايطاب باغ ايطاب الان دابا على حسب القول ديالكم ان الامور تقادات المهم على اي الامور بدات ما بغيتوش ترجعوا للماضي دائما تتشوفوا الامام غير هو التساؤل شنو هما الامكانيات اللي وفرتهم راه ما يمكنش اننا بيت مريب ونجيو نبنيو غير هكاك بالفم بالهضره راه كاين امكان بغينا نعرفوا دوك الامكانيات منين جبتوهم السلام عليكم معكم مغرب اليوم مغرب الرياضي مقرها في لندن بالنسبه للسؤال الاول هو على شيء يلا في هذا يعني اخر السنه ديال تسيير المكتب الجامعي عاد باش خرجوا بهذا الصريح القوي ما خرجش به في الاول يعني قبل مثلا من ملي كيكون جمع العام تسليم الصوره مثلا وانتخاب المكتب الجديد الرئيس الجديد وكيشوف واحد مده معينه في التشخيص غادي يدير واحد الندوه صحفيه اللي ينور الراي العام ويقول بانه فوالا ها كيفاش ها كيفاش ها كيفاش ها كيفاش ممكن غنقضوا هذه الجامعه ماشي حتى الاخر السنه ديال الجامعه ملي تسيركم عاد باش نجيو في الاخر ونقولوا بان وضع كارثي كلشي ما مخلصش كذا الى غير ذلك هذا السؤال الاول السؤال الثاني واش هاد الناس الجامعيين اللي كانوا سابقين ما ربطناش الاطار يعني تحمل المسؤوليه بالمحاسبه من غادي نقول صافي هذا راه شفر هذا راه مشى هذا راه هدا
ونقول الله عفى الله عن مساله وامور عنيه، واش ما كاينش واحد المتابعه وربط المحاسبه المسؤوليه بالمحاسبه في هذا الاطار. السؤال الاخير هو واش ملي كنقولوا الرياضيه مثلا كتنقل واحد المباراه معينه، السؤال اللي بغيت نفهمو واش الجامعه مفضله انها تكون رياضيه، او ان المستشهد اللي كيكون داخل الملعب اللي كيحط الاشهار ديالو هو اللي من عائلته اللي كيخلص، المفروض ان الرياضيه هي اللي تخلص الجامعه لان اللي كدير الاشارات الى غير ذلك. السلام عليكم، معكم ابو شعيب الشداني صحفي في جريده الدرب الرياضي. السيد رئيس الجامعه، تقدمتي بواحد مجموعه ديال التوضيحات خصوص الوضع اللي دخلتي عليه كرئيس الجديد للجامعه. سؤال، واش ما كانتش مغامره من المكتب الجامعي الجديد على انه يدخل على واحد البيت اللي كيعيش واحد المجموعه ديال الازمات وواحد المجموعه ديال الاكراهات؟ سؤال اخر، تحدثتي على واحد المجموعه ديال المشاكل والمعيقات لا على المستوى الاداري ولا على المستوى المالي، واش ما كتشوفش باللي عطيتينا هاد الحويجات كاملين؟ انا من اللي فهمتو انك وصفتي لي دخلتي عليه بحال دخلتي على واحد الرجل مريض، ولكن ما شخصيش ليا الوضع وما عطيتينيش اشنا هي الحلول اللي ممكن. انا الحلول اللي كيباغ اختزلها السي يزيد في 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 في, في, في ايجاد واحد المستشير، لا اعتقد ان المستشير هو الحل. هذا من جهه. نقطه اخرى وهو اللي كتعلق بانتقادات وسائل الاعلام، انا كنقولها وغادي نعاود نقولها، راه وسائل الاعلام فيها واحد المجموعه ديال المنابر اللي فيها واحد المجموعه ديال الزملاء اللي مكونين تكوين اللي سليم وبيداغوجي اللي صحيح، وناس اللي كيعرفوا ضوابط المهنه واخلاقياتها وكيعرفوا قانون الصحافه وكيعرفوا حقوقهم وكيعرفوا واجباتهم، هادشي كنعرفوه، ولكن ماشي اي واحد انه كينتقد واحد انتقاد سواء يكون موقع الكتروني او ما شابه ذلك على اننا هذا كنسبوه ضمنيا على انه راه كينتمي لوسائل الاعلام. انا كنشوف كصحفي كنشوف ان وسائل الاعلام هي التي تحتاج هذا من جهه. بالنسبه للنقطه ديال الكاتب العام ديال سوق السبت، واش ما كتشوفوش على ان المكتب الجامعي واللجنه ديال الانضباط داخل هذا المكتب ما خطاتش ملي عطات القرار ديال التوقيف ديال الكاتب العام ديال سوق السبت لمده سنتين؟ هنا عطيتو واحد الثغره قانونيه على اساس ظاهر الحريات العامه انه كيحقق كيعطيه الحق على انه يكون داخل المكتب المسير للنادي ديالو، ولكن انتم عاقبتوا علاش على واحد السلوك معين اللي فيه واحد اللي كيتعلق بالاخلاقيات ديال الجامعه اللي انتقد فيه المكتب الجامعي؟ انا كصحفي ارى الى هذا الكاتب العام انه الى كنت وقف مدى الحياه كنتوا غادي تهنيوا الوقت وغادي تهنيوا حتى النادي ديالك. شكرا. لا ونفس السياق استاذ، نفس السياق جاوبنا عليه بجوج. هاد الكاتب ديال سوق السبت ملي طرح هاد المشكل علاش ما كانش واحد ندوه صحفيه اللي كجامعه اللي تشرح تيوقف وقفه احتجاجيه خرج منابر اعلاميه، كان لابد ان الجامعه دير واحد العقد واحد ندوه صحفيه للتوضيح هاد الوضع ديال هاد الكاتب، وغادي تبين للصحفيين كيفاش. الحكم لهم المنظمين كمنظم، يعني شنو هي الاستراتيجيه ديالكم؟ شنو هي المشروع ديالك؟ كيفاش كنتم نوعيه الانشطه؟ ممكن نعرفوا بهذا النادي الاول صراحه اول مره كنسمعوا الاسم ديالك. شوف ربما انا كيبان غنختزل الامور كلها في اجابات، وبان لي حتى طبيعه الاسئله كاين واحد النوع ديال التشابه تقريبا في الاطار العام. انا نبدا من الاخر، هذا موضوع ديال هذه الحاله هذه لا يحتاج كاع بانه نستحضروا في هذه النقطه، لانه ماشي شي ظاهره اللي شي حاجه عابره. المساله الثانيه بناء على قرار شكايه جات لنا من الكاتب العام ديال العصبه ديال رئيس العصبه الكاتب العام ديال العصبه ديال مدار تشيلسي. اربعه الشكايات. والشكايه من اللي ديال الرئيس ديال العصبه الكاتب العام ديال العصبه ماشي مسائل المنابر الاعلاميه. هو القضيه الاخوان اللي قلتو انا متفق معاكم، لانه حنا الهدف ديالنا من هذا تشخيص الوضع اللي كنا كنتكلموا عليه ماشي غنهربوا من الواقع ولا شي حاجه، حنا الامور خاصنا نقولوها كما هي.
ولكن اللي جعلنا اننا حنا ما نكونوش عارفين هذا الوضع قبل كان واحد المشكل اللي هو اساسي اللي هو كلشي كيتحكم وكان كيتحكم فيه اللي يتحمل فيه المسؤوليه وهو انه منذ 2012 من 13 14 15 4 سنوات فهمتي ما تقدم شي قرار مالي ولا تقرير اللي يعطينا حنايا الوضعيه ولا الصوره حول الديون وحول الوضع ديال الموظفين وحول هلم ومجرات. كاين واحد النقط اللي هي مهمه واللي زين ما ذكرناها واللي هي غتكون هي السيده اللي يخليك هذا الوضع اللي كتهضر عليه والمكتب اللي كان قريب كان فيه السيادي كنتو كاملين كيفاش كنتو كاملين وما كتعرفوش رئاسه العمران شنو كيوقع؟ علاش سهله كنتي تطرح السؤال علاش حنا كنا مع المكتب العمراني وقناه الا كنا كنعرفو ما خصناش نقيلوه راه حيت ما عرفناش توقعت الاقاله ديال السي العمراني صح حنا كنا السي العمراني لانه رفض يعقد الجمع العام بتقديم تقرير الادبي والمالي كاع المتتبعين ساعات مالية شوف الناس كلشي كان متبع هذا العام انا غادي نختصر لكم هذه الامور جوج مسائل اساسيه المساله الاولى كاين امور اللي غادي تعالج باتفاق مع الوزاره بناء على التقارير اللي كانت توصل بها الوزاره ومكتب الحسابات وكذا كاين امور اللي غتعالج مديا ولكن كاين امور اللي غتعالج زي مطالبه خبره محاسباتيه من طرف قطاع الوسط انا نقول لكم واحد القضيه باننا المكتب في الرئيس الفايت رسمنا دابا خمس مرات باش نديروا الباسونسيون باقي ما تقدمش التقرير المالي للوزاره كاين شي امور اللي ما يمكنش نحلها ولا تحلها الهيئه المانحه عن طريق خبره المحاسبه صح النقطه الاخرى اللي بغيت نقول لكم راه مهمه بزاف وهو انه الجمع العام الجاي العادي غادي يكون واحد نقطه تحول في تاريخ كره القدم غتكون فيه مراجعه ديال القوانين العامه اللي كتستجب كتشاف التطلبات اللي صبحات كتعرفها كره القدم النقطه الثانيه وهو اننا كنشتغلوا في واحد النص قانوني اللي خاص نحموا به اللاعبين الاخوان راه غير مقبول على ان حنا كنتكلموا على هادشي ديال تاهيل كره اليد ومازال كنسمعوا لعابه في طار انديه ما تخلص 4 شهور 5 شهور ما لاقي لا بريمات ما لاقي لا حتى شي حاجه حنا سيدي مع حنا مع الانديه اللاعب مع اللاعبين ديالها ولكن غير مقبول باش تطلب حقوق اللاعبين غادي ندير واحد النص قانوني اللي حتى حنايا غادي تخلينا الجامعه بان تكون عندنا اليه باش اي نادي نلتزم تجاه حقوق اللاعب ان تكون عندنا امور سلطه باش على الاقل اللاعب نحموه. النقطه الثانيه وهو انه غادي نفعلوا غادي نهيكلوا غادي نهيكلوا اكثر هذا الشيء ديال اللجان ولكن اللي غادي نركزوا فيه اكثر وهو هذا الشيء ديال التكوين. الاخوان راه نقول لكم واحد القضيه راه تجي تشوف التكوين على مستوى الفئات الصغرى وعلى مستوى الفئات العمريه راه الناس اللي كيشتغلوا في هذا المجال على مستوى التكوين محدودين بزاف خاص القاعده يكون عندنا واحد الهرب ديال المكونين هما اللي غادي يخلقوا لنا الخلف ديال كره اليد. انا اللي نوعدكم بانه وقت ما احتجتوني ها هو الصديق ديالي على الاتصال بغيت نجي حتى ندوي معكم الصحفيه نجي نديروها معكم واي تساؤل ولا اي غموض عندكم هاد التليفون ديالي اتصلوا بيا ننور لكم ما عندنا حتى حاجه نخبوها وشكرا. غير العلاقه الموضوع ديال الرياضيه ماشي على النقل على لا برودكسيون ديال الشامبيون دافريك 2012 مستقبل ديال الجامعه مع وزاره التربيه الوطنيه لان تنعرفوا وزاره التربيه الوطنيه كانت هي الخزان ديال اللاعبين ديال كره اليد لان اغلبيه اللاعبين الكبار جاوا من الالعاب المدرسيه. اشنو هي الرؤيه ديالكم؟ كاين واحد اتفاقيه دار مع السيد دوشي تقريبا مع مجموعه من الاجتماعات الان كنشوفوا الاليات ان شاء الله باش نخلقوا واحد المراكز على مستوى المؤسسه التعليميه اللي يكونوا من خلالهم غادي نحاولوا نعملوا لنا تكوين التلاميذ. شكرا. انا بخير السؤال انا باش نعطي علاش كلمه الرئيس انا جاوبوا على فريق الفتح الرياضي الستاتيك تكون في 2014 كانت اهم
المميزات اللي عند الفريق هذا هي تكوين واحد المدرسة، لأن باش ممكن أننا نسترجعوا يعني هذاك الإشعاع ديال هذه المدينة هذه كان خصنا نبداو وليدات، يعني الله يحفظنا نبداو من جديد كرة قدم. يعني حنا بدينا من 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 الصغار درنا المدرسة، تنتمناو يعني عندنا مخطط يعني أكوكتر متوسط المدى أننا حنا نوفروا يكون عندنا الأوتونومي أننا نوفروا لاعبين اللي يمثلوا هذه المدينة هذه داكور، والغرض ديالنا هو الإشعاع لا ديال المدينة ديالنا ولا والتكوين كما كيهضر رئيس الجامعة بان لا فورماسيون ديال الدريسوار هي اللي غادي تخلي لنا اننا مستقبلا نكونوا ان شاء الله في مستوى، حنا راه في دوزيام ديفيزيون، نتمنى ان تشجعونا اننا نكونوا في مستوى اننا